أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربي العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على دعيم الله ومدارك نعمات الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا الى الحق والنجاة الى طريق المستقيم ببركة سورة ياسين وعفو عنا يا كريم واغفر لنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين وارحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنه رفيقا ومن النار ستر وحجاب يا ذا الفضل والاحسان اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انصرنا نصر الدين واخزرنا خزر المسلمين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا والمقيمين والمحاربين والغائبين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين اللهم بلغ وأطلق ما قرأنا من القرآن الكريم هدية واصلة إلى روح سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأتباعهم رضوان الله تعالى عليهم وعلى أجمعين وإلى أرواح جميع أنبيائك والمرسلين وخاصة الروح نرهم أليا إذا الدك وشاحن الله عليه وإلى أرواح جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا قادر الحاجات ويا موجب الأعبات استجب دعانا برحمتك يا رحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Proučeni Jasin Šerif, poklanjamo pred dušu našim predsjedniku Ali Rahmetullah Izetbegoviću u znaku 12 godina prosinjena Hireca, dovolj mi molbom dala u Kabuli naše slušanje i učenje, a zbog svega ovoga da se našim predsjedniku smiluje i grije obrzi džennetu, vede i svi na zemlju džennetu, sad ste jedno kad i u tom proučimo Rahmetullah Izetbegoviću, Fatiha. Još jednu fatiha proći u našim pogledu Bogu, našim šehidima i svim našim umrlim. Rahmetullahi alejhim, inna lillahi fatiha.